تفضل دكتور، تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا يا رب العالمين. أول شيء أشكر كل الشكر لأكاديمية الرواد، أتاحت لي الفرصة التكلم عن موضوع وحساس ويشغل بال كثير من الأخوة في الشمال السوري، ويكاد يمس حياة كل إنسان منا في الشمال السوري. سنتكلم فيما أتيح لنا من الوقت عن اقتصاد الزلزال. طبعا اقتصاد الزلزال مصطلح يطلق على الحالة الاقتصادية تعيشها المنطقة أو البلد الذي تأثر بالزلزال. بدأ الاقتصاد حساس لأي شيء أو أي موجة أو أي مؤثر في المجتمع، ونستطيع أن نقول حساسيته تزيد خلال الكوارث للكوارث. الكوارث ومنها الزلازل ظواهر قديمة، هذا شيء يعني طبيعي ويعني موجود في معظم دول العالم، إلا أن خصوصية منطقتنا نحن في الشمال السوري تستوجب علينا التحدي كيف تؤثر الكوارث على للأفراد وللجماعات وللمجتمع بشكل كامل. هنا نبدأ بتشخيص الواقع الاقتصادي في الشمال السوري قبل أن يحدث الزلزال. فالواقع أن يكون مأساويا، وكثير من المؤشرات تشير إلى أن الواقع الاقتصادي السوري قبل حدوث الزلزال كان واقعا يكاد يعني يندى له الجبين من الناحية الاقتصادية. فنسبة الفقر تتجاوز 85%، ونسبة السكان الذين لا يحتاجون على الأمن الغذائي تتجاوز 35%، والاستثمار ضعيف في الشمال السوري، وكل البنية التحتية الطرقات لا تساعد، والجسور والبنية التحتية إلى الآن لم تقم هناك يعني بجهة أو جهات محددة جعل البنية التحتية تستطيع أن يعني تستوعب الاستثمارات أو تستقبل الاستثمارات قبل حدوث الزلزال. طيب الآن إذا رأينا الواقع الاقتصادي في الشمال السوري على بمؤشراته التي تكون جدا تدل على واقع اقتصادي صعب قبل حدوث الزلزال وبعد أن حدث الزلزال، هذه المؤشرات بشيء طبيعي أنها سوف تزداد وتدل على أن الواقع الاقتصادي يزداد تعقيدا، وبالتالي هذا ينعكس الحياة الفرد والمجتمعات. من المعروف أن الزلزال له تأثير كبير جدا على رأس المال المادي والاقتصادي، والرأس المال المادي والبشري، وعلى جميع الجوانب الاقتصادية. فكثير من الطرقات وكثير من البناء السكني وكثير من البنية التحتية تأثرت بالزلزال، إلا أن يعني ذلك يعني أن تأثرها بالزلزال ليس بحجم
الذي حدث في مناطق الزلزال ومنطقة التي وقع فيها الزلزال في تركيا. لكن نحن تأثرنا بالزلزال نتيجة أن الوضع الاقتصادي قبل حدوث الزلزال كان هو وضع هش، وكان يعني وضع ضعيف، ووضع بالأساس مهترئ قبل الزلزال. فقدوم الزلزال إلى المناطق المحررة سبب كثير من التراجع وفي مستويات الدخل، وصاحب ذلك أيضا ارتفاع في مستويات الأسعار، وصاحب ذلك كثير من المظاهر مع الأسف المظاهر الغير جيدة بالنسبة للمجتمع. طيب إخواني، أنا لا أريد أن أتكلم عن الواقع الاقتصادي في الشمال السوري، فالكل يعني يعلم أن الواقع في الشمال السوري قبل حدوث الزلزال هو واقع يعني كانت مؤشراته ليست بالوضع الذي يعني نحن نتأمله ونريده، رغم أن هناك محاولات من المنظمات والجهات والسلطات المحلية على قدر استطاعتها أن تنهض بهذا الواقع، لكنها كانت تفتقد البوصلة الأساسية، وهي أن تكون هناك جهة موحدة تصب فيها الموارد، تصب فيها مساعدات المنظمات الإنسانية. هذه المساعدات، وأنا هنا أتكلم على المناطق التي يعني فيها كثير من المناظرات العاملة لكنها لا يعني جودها مبعثرة وغير مخططة لمستقبل وتهيئة بنية استثمارية في الشمال السوري. إذن الآن الوضع الاقتصادي نتفق أنه وضع ليس بجيد قبل حدوث الزلزال. طيب أتى الزلزال الآن، فالزلزال تأثيره يمكن أن ينقسم إلى قسم إلى على تأثيره على المجتمع يمكن أن تتأثر به طبقتين: طبقة الفقراء وطبقة الأغنياء. طبقة الفقراء، مع الأسف أن الفقراء هم المتضررين بشكل كبير من الزلزال. لماذا؟ هنا أنا يعني المحاضرة هنا وندوتنا هنا تبدأ بهذا الكلام. إذا أنا سوف ألخص وأوجز ما أريد أن أقوله في هذه الفترة الزمنية المتاحة لي، وأتكلم عن تأثير الزلزال على الفقراء وتأثير الزلزال على الأغنياء. مع الأسف وجدنا أنه في غياب السلطات التي تراقب الأسعار خلال الزلزال، معظم الأسعار المواد الأولية والغذائية قد ارتفعت. وهذا يعني أن هناك من يستغل ويقوم باستغلال هذه ورفع الأسعار، علما أنه في خلال فترة الأسعار لم يحدث هناك ما يستدعي أن ترتفع الأسعار. وهنا التساؤل: لماذا ترتفع الأسعار في ظل الزلزال؟ بعد أن مباشرة أن انتهى الزلزال ارتفعت الأسعار المواد الغذائية والحاجات الأساسية التي يحتاجها الفقراء. جدا هذا السؤال مرهق، ويعني تفسيره أنه يعني يجب أن يكون هناك شيء ما حدث حتى ارتفعت الأسعار، ولماذا ارتفعت الأسعار؟ وإذا ارتفعت الأسعار لماذا لم يكن هناك ما يضبط هذه الأسعار بعد فترة الزلزال بشكل مباشر؟ مع الأسف الأغنياء استفادوا من هذا الأمر، ويعني بخلال التجار والأغنياء استفادوا من فترة الزلزال وقاموا برفع المواد التي يعني لديهم، وجنوا من الأرباح يعني جنوا خلال هذه الفترة أرباح هائلة. طيب هنا أريد أن أقول وأتوجه بالكلام إلى كل إنسان في الشمال السوري لديه ضمير ولديه شعور بالمسؤولية وحس بالمسؤولية. لماذا نحن نرى ارتفاع الأسعار المواد الغذائية والمواد الأساسية التي يحتاجها الفقراء خلال هذه الفترة العصيبة؟
بدل أن تنخفض الأسعار، وبدل أن يعني يتم يعني هناك شعور بالناس الذين يعني هم بحاجة للمواد الغذائية التي يحتاجونها والأساسيات، لماذا يتم رفع الأسعار؟ هنا التساؤل. طيب، في الدول المتقدمة نحن الآن إذا ننتقل إلى نقطة أخرى، إذا أول نقطة أثيرها هنا، هناك الفقراء تضرروا بالزلزال، أولا تضرروا بسبب المساكنهم التي معظمها يعني هي مساكن تأثرت بالزلازل وقد يعني سقطت أو آلت للسقوط ومعظمهم نزح في الخيام. بعد ذلك يأتي الضرر الأكبر من التجار الذين رفعوا الأسعار. طيب، هذا ناحية. إخواني، في الدول التي يعني يكون فيها سلطة مركزية موحدة، يعني أثر الزلزال يتم التعامل معه بمنهجية وتخطيط، ويعني بحيث أنه لا يكون أثره عصيب على الإنسان بعد الكارثة. يعني يحاولون في الدول التي بالأساس يعني لديها سلطة مركزية تستطيع أن تخفف من آثار الزلزال على السكان والأفراد بإيجاد المأوى، يعني القيام بحفظ الأمن، بالقيام بأمور كثيرة جدا، بالقيام بإجراءات مجال يعني الإسعافي الصحي، بإجراءات كثيرة جدا بالنسبة للمواطنين مواطنيها. وهنا أنا يعني أريد أن أتكلم وأقول أن الدول التي يعني لديها وعي وقادرة على تحمل مسؤوليات تجاه أبنائها تكون أعداد قبل أن تحدث كوارث، ويكون لديها نظرة ماذا ستفعل إذا حدثت الكارثة وتتعامل معها بشكل ممنهج ومخطط، بحيث يتجاوز الأفراد المجتمع مصابهم ويعودون إلى حياتهم الاقتصادية بشكل جيد وسريع. في مثلا على سبيل المثال معظم الدول لديها هيئة كوارث. هيئة الكوارث هذه هيئة الكوارث تكون مستعدة للتعامل مع أي كارثة سواء زلزال أو غير من الزلزال، ويكون لديها يعني بنية تحتية مخططة في مجال هذا الـ الكوارث. ونحن هنا نستغل هذه الفرصة ونتوجه إلى الأخوة الذين يستطيعون ولديهم قدرة على صنع قرار أن ينشئوا بأسرع يعني بأسرع وقت ممكن هيئة للتعامل مع الكوارث والزلازل بشكل عام. هيئة الكوارث هذه الهيئة تكون مستعدة لكل شيء، تستطيع أن تنظم جهودها بشكل مسبق بحيث يكون لديها إحصائيات عن أحجام الكوارث التي يمكن تحدث في المجتمع، ويكون لديها أفراد وبشري مهيئ وجاهز لأن يقوم بكل ما يتوجب عليه خلال فترة الكارثة وخلال فترة الزلازل. فالنقطة الأساسية التي أريد أن أقولها، نحن في ظل الوضع الحالي المجتمع المدني أو المجتمع هو عليه أن يعي أن في ظل متقدم الآن لديها اقتصاد اسمه اقتصاد اجتماعي. اقتصاد اجتماعي يقوم بسد الفجوات والحاجات التي لا يقوم بها القطاع الخاص والتي لا يقوم بها القطاع العام. الفجوات التي لا يقوم بها القطاع الخاص ولا القطاع العام يتم سدها عن طريق الاقتصاد الاجتماعي. الاقتصاد الاجتماعي بمعنى أن هناك بالمجتمع أفراد هم يبادرون. لماذا يبادرون؟ لصنع وإنتاج حاجياتهم التي أحجم القطاع العام وأحجم القطاع الخاص عن إنتاجها، فيقومون هم بإنتاجها. هنا نحن في يعني بشكل عام حاليا في ظل هذا الواقع الذي نعيشه،
يجب أن يقوم المجتمع هو ب يعني وعيه ويعني النخب منه لتأسيس هيئة للكوارث. وهذه الهيئة للكوارث، لأننا مع الأسف نحن أكثر منطقة تعرضنا للكوارث، وما زلنا يعني في كل لحظة وفي كل ساعة يمكن أن تحدث لدينا كوارث. فلا يجب أن نستعد لهذه الأمور ويكون لدينا القدرة التعامل معها والقدرة على تنظيم. هيئة الكوارث ليس فقط هي تقوم بتوزيع ويعني لقاءاتها بشكل مباشر أثناء الكارثة. هيئة الكوارث هي هيئة تقوم بجذب ويعني إنشاء مثل صندوق في الشمال السوري. هذا الصندوق لجلب المساعدات للشمال السوري من أجل القيام بفترة الانعاش وفترة الانتعاش الاقتصادي بعد ذلك. يعني هيئة الكوارث ليس فقط هي من تقوم بتوزيع السلل والبطانيات والخيم، إنما هي تقوم بالأساس بجذب المساعدات والمبادرة لجلب المساعدات ووضعها بين أيدي المجتمع في ضمن هيئة للمجتمع. هذه الهيئة نسميها هيئة الإغاثة، وعفوا هيئة الكوارث يكون لديها صندوق قادر وبحجم كبير جدا قادر على التعامل مع الكوارث التي نحن مع الأسف يمكن أن نقع فيها بأي لحظة، ويمكن أن تؤدي إلى يعني إلى نتائج كارثية على الأفراد والمجتمع بشكل كبير. الكلام في هذا المجال يعني يحتاج منا أن نعي وأن نقف على ما هو رؤيتنا وما هي يعني كيف نتعامل. إخواني يجب أن لا نيأس، ويجب أن نتعامل مع الأمر بشكل جيد، ويكون لدينا قدرة على التعامل وأن نتكيف مع هذه الظروف القاسية والقاهرة جدا. يجب أن لا نيأس. إخواني في بلدان كثيرة، اليابان فيها زلازل يومية، لكنهم تكيفوا وعاشوا مع هذا الوضع، ولديهم أبنية مقاومة للزلازل نتيجة معرفتهم كيف يستخدموا هذا الأمر. نحن أيضا إذا يعني علينا أن نتكيف مع الواقع الجديد، يعني عن طريق خلق ما نستطيع أن خلق من أجسام وهيئات هذه الأيات وهذه الأجسام ترأسها هيئة الكوارث قادرة على التعامل مع أي كارثة وزلزال كبير. مع الأسف هذا واحد، إذن هيئة الكوارث نحن بحاجة لها. ثانيا يجب أن يكون هناك لدينا يعني من خلال هذا الزلزال تعلمنا أن هناك كثير من ضعاف النفوس والذين يعني يتاجرون بأقوات الناس في أيام الأزمات. يجب أن يكون لدينا ضابطة حقيقة هذه قادرة على ضبط الأسواق خلال الكوارث خلال الزلازل. إذن كوارث ضابطة، رفع الوعي الاجتماعي، يعني أن يكون لدينا القدرة أن نتعامل ونتكيف مع هذه الظروف الصعبة، ويعني نعتقد ونقول إن شاء الله هي فترة ونعود إلى حياتنا الطبيعية، وإن شاء الله نتعلم منها كثير من الدروس التي تمدنا بالقوة من أجل التعامل مع المتغيرات الجديدة التي نعيشها الآن. باختصار نحن في البلدان والمناطق التي يعني فيها ضعف للإدارة المركزية على المجتمع المدني أن يقوم هو بإنشاء ويعني خلق هذه الأجسام التي هي التي تستطيع التعامل لأنها والتكيف والقدرة على الثبات في ظل المتغيرات التي نعيشها الآن بشكل كبير. طبعا أنا يعني حاولت خلال هذه الدقائق التي اتيحت لي أن أقول لكم أنه في أوضاع الزلازل
تتأثر الحياة الاقتصادية بشكل كبير مع الأسف، وتتراجع مسجل الأفراد، ويعني كثير من المؤشرات تزداد الاقتصادية تزداد سوءاً، إلا أنه مع ذلك يجب أن نتعامل مع هذا الواقع بإيجاد حلول، والقدرة على التعامل مع هذا الواقع بإيجاد يعني وعي لدى المجتمع بأن هذا الفترة فترة مؤقتة وسنعود إن شاء الله حياتنا الطبيعية فيما بعد. أنا تقريبا أستاذ عبد الباسط انتهيت من ما أريد أن أقوله بشكل مختصر. نعم إذا تسمعني. الله يبارك فيك دكتور، شكرا لك على هذا التوضيح المبارك. دكتور، في عنا سؤال، ما هو دور القطاع الخاص في مسار تنمية المناطق التي حصل بها الزلزال؟ نعم، القطاع الخاص يعني بشكل عام نحن نستطيع أن نقول القطاع الخاص دائما وشيء طبيعي يذهب باتجاه مصلحتي ويذهب باتجاه مصلحتي. طبعا أنا أريد أن أقول القطاع الخاص الآن نشط في مجال يعني في مجال التأمين المساكن البديلة للمساكن التي تم يعني الضرر فيها لحقها الضرر، و يعني الآن المساكن مسبقة الصنع، ونشط في إيجاد البدائل في هذا المجال، ونشط أيضا في إيجاد يعني كل ما يعني بديل للإنسان في الذي تضرر. إذا كان سؤالك أن تقصد به أن القطاع الخاص يستطيع أن يتحمل جزء من المسؤولية، وعفوا أن يبادر ليس هو فقط يتحمل جزء من المسؤولية، هي مسؤولية تجاه مجتمعه، عليه أن يبادر في يعني إيجاد مثلا على سبيل المثال بنية أو مساكن أو أراضي للناس المتضررين من خلال تخفيض أسعار العقارات وخفض أسعار الأراضي من أجل أن يعني يبدأ فيها بناء للناس المتضررين. فالقطاع الخاص حقيقة يستطيع أن يلعب دور إيجابي جدا إذا أراد أن يقوم بدور تجاه مجتمعه. إذا أراد أن يقوم بدور تجاه مجتمعه يمكنه أن يخفض قسم كبير من أسعار العقارات والأراضي بحيث يستطيع هؤلاء الناس المتضررين من بناء مساكن أو وضع عليها مساكن مسبقة الصنع. نعم تماما دكتور، الله يبارك فيك ويجزيك عنا كل خير. دكتور بعد إذنك، كيف يواجه الاقتصاد الضغوطات التضخمية ما بعد الزلزال؟ الاقتصاد يعني ما بعد الزلزال صحيح يواجه ضغوط تضخمية، والسبب أن هناك يعني المساعدات المالية التي تأتي إلى يعني إلى يعني وتصب في المناطق المتضررة تسبب في الطلب على السلع والخدمات، نتيجة أنه يعني أتت مساعدات مالية، هذه المساعدات أدت إلى زيادة الطلب، وكلما زاد الطلب هنا ترتفع الأسعار. طيب كيف عندما ترتفع الأسعار يحدث تضخم؟ حقيقة يعني بالنسبة لأثار التضخم في هذا الفترة، فترة ما بعد الزلزال، أعتقد هذا التضخم هو تضخم مؤقت وليس دائم، يعني أنه ناتج عن زيادة الطلب، فزيادة الطلب هي زيادة مؤقتة نتيجة زيادة ضخ المساعدات لفترة، طبعا فترة مؤقتة وليس دائمة. إذا كانت فترة ضخ المساعدات فترة طويلة فزيادة الطلب ستكون، لكن معلوماتي أن المساعدات تأتي لفترة مؤقتة دائمة، وبالتالي الطلب لن يكون دائما يعني مرتفعا، إنما الطلب يكون في هذه الحالة يعني
أتى بدافع المساعدات، بعد ذلك هذه المساعدات سوف تنقطع وبالتالي الطلب سوف ينخفض، وبالتالي يعني هنا من يحتمل أن التضخم يعني أقل لا يبقى مستمرا بالارتفاع إنما يبقى ثابتا. أما كيف نواجه التضخم نحن في حال هذا سؤال كبير جدا. نحن نحتاج لمواجهة التضخم إلى يعني لدينا أن تكون لدينا سياسة نقدية وسياسة مالية، ومع الأسف حاليا نحن ليس لدينا مؤسسة مالية تستطيع التدخل يعني حجم ولجم التضخم في حال حدوث ارتفاع في الأسعار. إذا كان هناك لدينا مؤسسة مالية ومؤسسة نقدية، هاتين المؤسستين المالية، السياسة المالية والسياسة النقدية، وتعلمون أن السياسة المالية والسياسة النقدية تصدر من جهة، السياسة المالية تقوم بها وزارة والسياسة النقدية يقوم بها المصرف المركزي. ومع الأسف ليس لدينا الآن ليس لدينا مصرف مركزي، وليس لدينا بنك مركزي، ليس لدينا بنك مركزي، وليس لدينا وزارة مالية، يعني بمعنى وزارة مالية تضم جميع الماليات المجالس المحلية وتقوم بالتنسيق بينها في مواجهة التضخم عن طريق الضرائب والإنفاق الحكومي. وهذه السياسات المالية أدواتها الضرائب والإنفاق الحكومي، هما عن طريقهما يتم التحكم بالتضخم وفي حال حدوثه. هذه السياسات المالية. بالنسبة للسياسات النقدية طبعا يعني من تعرف عليه في الأنظمة الوضعية يتم التعامل مع التضخم خلال الفوائد. نحن بالنسبة ليس لدينا بالمطلق سياسة نقدية لأنه ليس لدينا مصرف مركزي، وليس لدينا بالأساس بنوك وتعامل بالفوائد. إذن كيف يعني يتم الآن تخفيف من التضخم؟ يمكن في حالة واحدة يمكن تخفيف من التضخم كما ذكرت لكم قبل قليل، يمكن عن طريق إنشاء ضابطة تتولى مراقبة الأسعار ومعرفة الأسباب الحقيقية في حال حدوث أسعار. أما إذا كان هناك حدوث الأسعار بسبب زيادة الطلب عليها في فترة من فترات دون يعني أو احتكار بعض، يعني هنا يمكن تتدخل في حالة الاحتكار. وهو بشكل عام يعني نحن لا نوصي ولا نقول أن الضابطة تتدخل في الأسعار بشكل كامل، إنما هناك إذا حدث استقلال لبعض ضعاف النفوس للأسعار في فترات ما بعد الزلزال والكوارث تتدخل الضابطة، هنا يعني يتم تدخلها. ولا شيء طبيعي، الأفضل أن تتشكك الأسعار بشكل نتيجة العرض والطلب والتقاءهما مع بعض. نعم، هل هناك سؤال آخر؟ إذا يوجد أي سؤال نحن جاهزون. تفضلوا يا أخوي، الله يبارك فيكم. هل من أحد لديه سؤال؟ طيب أنا أقترن فيما تبقى لي من وقت وأقول للتعامل مع الزلزال حتى لا يفوتني يجب أن يكون هناك لدينا جهاز يعني إحصاء أو مكتب إحصاء بشكل عام. يعني حقيقة عدم الانتظام وعدم وجود جهة محددة تقوم بالإحصاء بشكل دقيق بإحصاء المتضررين ومعرفة من هم المتضررين من الزلزال الحقيقيين، يعني قد أدى إلى مشكلة في حدوث توزيع المساعدات التي أتت إلى المتضررين. لو كان هناك جهة محددة تتولى مع يعني هي التي قامت بإحصاء المتضررين و يعني معرفة من هم المتضررين الحقيقيين وما هو مقدار الضرر الذي حدث عليهم، نستطيع كان هناك هيئة كوارث محددة تستطيع أن توجه المساعدات التي أتت و
المساعدات التي أتت إلى المتضررين، وبالتالي هنا يمكن يعني أن نوجه المساعدات إلى الناس المتضررين بشكل جيد. وأريد أن أقول أيضا كما ذكرت لكم قبل قليل أنه من الضروري جدا أن يكون لدينا هيئة الكوارث التي هي التي عن طريقها يتم التنسيق. إخواني، كثير من المساعدات التي أتت مع الأسف ذهبت إلى جهات غير التي هي يعني المتضررين، سواء إلى مناطق غير المناطق المحررة، وإلى في نفس المناطق المحررة أتت يعني جهات استفادت من وهم غير متضررون من الزلزال بشكل كبير. هنا يعني نتيجة عدم وجود هذه الجهة أدى إلى حدوث هذه الخلل وهذه الفجوة. بالنسبة للمجتمع المدني، طبعا أنا أقول المجتمع المدني يمكنه أن ينشئ في كل مدينة كبيرة هيئة كوارث، يعني فرع من هيئة الكوارث. هذه الهيئة تكون يعني معرفة قبل أن تحدث الكارثة، معرفة ممكن الفئات يمكن أن تتضرر من الكوارث، وبالتالي يستطيع هذه يعني طريق الإحصاء التي تقوم به، ويمكن يعني يمكن أن يكون بهذا بنشاط جدا عن طريق المتطوعين وعن طريق يعني الواعين في المجتمع بقيام بدراسة ومسح المنطقة التي يمكن أن يحدث فيها كارثة، ومعرفة من هم المتضررون المحتملين من الكارثة، ومعرفة كيف يتم التعامل معهم في حال حدوث الكارثة. هذا الأمر جدا يساعد خفض من آثار الكوارث. نعم. تماما دكتور. طيب، ما هي الوسيلة أو الإجراء الذي يجب اتخاذه إلزام المجتمع المدني في تشكيل هيئة الكوارث في ظل غياب الإدارة المركزية؟ حقيقة المجتمع المدني هو لا يمكن إلزامه، بل هو يمكن أن يبادر فيه الناس الواعين، الناس الذين لديهم حس وطني، الناس الذين لديهم خوف على مجتمعهم، ولديهم يعني يدركون أهمية التنظيم وأهمية التخطيط للأمور التي يمكن أن تحدث خلال الزلزال. يعني تجربة الزلزال التي عشناها الآن يعني من أجل أطفالنا وأحفادنا، وتجبرنا أن نفكر بآليات يعني تجنبهم الكارثة التي حدثت ووقعت علينا. فيعني يجب أن يكون لدينا وعي بهذا المجال، عن طريق هذا الوعي يمكن أن يعني يبادر فيه الطلاب الجامعيون ويقومون به بتأسيس هذه. هو مجرد أن يقوم نشاط تطوعي يقوم على أساس يعني أساس إنساني بالأساس، يقوم بتنظيم وهيكلة هيئة إيقاف الكوارث، وهذه الهيئة تبارز نشاطها بشكل تطوعي. حقيقة حتى يعني هذا الأمر ربما علينا نحن في المجتمع السوري يعني ليس هناك يعني وعي كثير في هذا المجال، لكن أنا أرى في المجتمعات الأخرى لسيما البلدان التي تتعرض للكوارث مثل تركيا لديها آفات يعني تتعامل مع الكوارث بشكل جيد جدا، ولديها عدة هيئات إيقاف، لديها هيئة إيقاف الإنسانية إيهاها، ولديها يعني هيئة إيقاف الإنسانية هي من المجتمع المدني، ويعني تمارس نشاطها في 150 دولة، 130 دولة صارت دولية، ولديها هيئات يعني وقف الديانة، لديها عدة يعني سواء يعني هيئات إنسانية بشكل مدني خالص، وهيئات إنسانية ذات طابع ديني إسلامي، وهيئات يعني إنسانية دولية موجودة. طبعا هذه البلد يعني البلدان التي فيها كوارث ومعرضة للزلزال بشكل مستمر تعلموا وبنوا على أساس تجاربهم وقاموا بإنشاء هذه الهيئات، هيئات سواء كانت موجودة فردية بالأساس على أساس
أفراد قليلين جدا تتوسع وتتوسع ويعني تحدث فيه كثير من التوسعة، وأصبحت بعض الهيئات على سبيل المثال هيئة التعليقات الإنسانية ليها أصبحت تضم 130 من الإقاثة في مجال الكوارث والحروب والنزاعات، وتقدم للناس المدنيين يعني كثير من المساعدة. وحقيقة هذا الأمر يعني ربما نحن هذه الثقافة وهذا الأمر لم يعني نحتاج عليه بشكل كثير، ولكن يمكن نشر الوعي به والاحتكاك مع هؤلاء الناس الذين يقوثون الناس يعني يقدمون إقاثة للناس، يعني يجد أن هؤلاء الناس الذين يقدمون إقاثة جدا سعداء. يعني الشعور الذي يعطي هذا الشعور الذي يمنحه يمنح يعني يشعر به الإنسان الذي يمنح شعور رائع جدا. حتى بعض حتى يعني إذا بعدنا وذهبنا إلى يعني في بعض الناس الغير موحدين وغير غير الديانات يعني غير الديانات السماوية بشكل كامل، يعني نجدهم ينشطون في مجال العمل الإنساني والإغاثي لأنهم يشعرون أن هناك سعادة تغمرهم عندما يعطون، ويشعرون فرد بالأفراد أو طفل من الأطفال يشعرون أنه ابتسم أو يعني أدخلوا السعادة له، فالسعادة تنتقل من هذا الطفل يصدرها هذا الطفل إلى إليه، يشعرون بالسعادة هم كبيرة جدا وهذا يحفزهم. نحن علينا أن نبدأ الآن إذا أردنا أن هذا الأمر يعني ينجح علينا أن نقوم بنشر الوعي في مجال. نعم دكتور، أحد المتابعين يسأل كيف يساهم الإعلام في ظل هذه الظروف الطبيعية؟ حقيقة الإعلام يعني أول شيء الإعلام نحن هنا نريد أن نقول شيئين أساسيين. الإعلام مع الأسف قد يلعب دور سلبي في مجال الكوارث عندما يثير الذعر بين أفراد المجتمع ويعني يضخم الأخبار أو يزيد من تكرار الحدث السلبي والتكلم عن الأثر السلبي للحدث، فينشر الذعر بين المجتمع ويسبب حالة من الإحباط ويعني يزيد الطين بلة. مع الأسف الإعلام الذي يعني هدفه الربح فقط. أما الإعلام الذي هدفه يعني خدمة المجتمع عليه أن يتقي يعني يعي ويتقي الله وينشر الأمان يعني وينشر ينشر الذي يعني هو الحقيقة ولا يبالغ في أخبار التي تثير الذعر بين الناس أثناء الكوارث. وعليه أن بالعكس الإعلام يجب أن يلعب دور إيجابي ويجب أن يلعب دور إيجابي ويساعد الناس على التمسك في بأراضيهم ومجتمعهم، وعليه أن يعني يجعلهم يتمسكون بقوتهم ويتماسكون خلال هذه الفترات لا أن يثير الرعب والذعر بين ما بين الناس. وهذا ما نلاحظه مع الأسف بشكل كبير جدا، خاصة أن هناك من يتقصد في هذا المجال ويثير الرعب عن طريق بث أخبار بين العوام من أجل إثارة الخوف والهلع، وبالتالي يصبح الإنسان مضطربا ولا تضعف يعني تتدنى إنتاجيته. وحقيقة يعني التعليم والوعي ويعني عدم اللهث وراء الأخبار التي تهول الأحداث هو أفضل شيء يفعله الإنسان. يعني هم أحيانا ودائما يقولون أن يعني من يتقصد أن يبث إشاعات بهدف يعني تخفيض الروح المعنوية لدى الأفراد وبالتالي جعل الفرد مهزوزا غير متماسك ضعيف انتاجيته ضعيفة، وهذا أمر يعني يجب أن يتقي الله من يقوم وأن يتولى أمر الإعلام فيه. نعم الله يجزيك الخير يا دكتور ويبارك فيك وشكرا لك على هذه المداخلة الطيبة. الله يبارك فيكم جميعا. تفضلوا يا أخوة، هل من أحد لديه سؤال؟
طيب إذا انتهيتم أنا يعني تفضل أستاذ عبد الباسط. باسم أكاديمية الرواد الإلكترونية ومنصة إدارة والاقتصاد الإسلامي نتقدم بالشكر لفضيلة الدكتور ياسر راشد الحسين لمشاركته في هذه الندوة بعنوان اقتصاد الزلزال. الله يبارك فيك دكتور ويحفظك وشكرا لك. بارك الله بكم وشكرا لكم. وهذا الموضوع يعني إن شاء الله يعني سيكون له يعني التكلم بشكل أكبر من ذلك في محطات قادمة إن شاء الله عن كيف يتم التعافي من الزلزال وكيف يمكن التخلص من الأثار التي تركها الزلزال الأثار الاقتصادية. ويمكن إن شاء الله أن نقوم بسلسلة من اللقاءات في هذا الموضوع من أجل أن يعني بث روح المعنوية وتجاوز هذه الفترة الصعبة التي مرت علينا جميعا. ونحمد الله على كل حال، وهذا الأمر الذي قدره الله علينا هو يقينا خير لنا جميعا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام، حياك الله دكتور، ونتمنى أن نلقاكم في لقاءات أخرى، والله يبارك فيك. حياكم الله، السلام عليكم. وعليكم.